سعيدا كن ثريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعين كسر هذا الخطبة دي تنكه الرئيسي أخلاق ذا ونكسن أمر لقوناقه لقوناقه وحيابه قيله سوء مهم سوء حكم ذا حشاط كشيء الله يقام صفة الحياة وأن أوران كرنا وحين سوحي سوسينينا عسرقا وحيابها يراضي أما الضد بضان كله ما يبو كمدها حشوته أما الله يستعب يبدو نمو يلبحن ملاان حشوته وارين فطري يوي إلى هاي قفك أنت وعادقة يهي وحلقوا أبو ريوي مركة أخلاق دي سياء مركة دقا كيسو عادقة يهي سيدا دلاد يا نبي آدم يا حواء مركي عورده ضاي برناراتي اجيت كي عرين ايلها وحر فطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنه عورده باب برناراتي واسترني بركي هر عورده ما استري الى هي يقانا وحا استري در جنده دركي جنده با قرحني او استري حيابا لغو عقوبية وحكا مذا قاوانان بأو بحينا دقي إسلانت مركيبا وحي بلابين انت النحان على انتي بالبالار نايدا جنادا إن إسوا قادان إستو أسطران فبدت لهما سوآتهما آيات كلا إلها وحد وحا أمو قطع حميس دولي شايقي قفك حمين جري مركا أمو قضاء عورادي هو صح مركا سيس كدينين قريان وانت قفك لقن كيسة يا أخلاق دي سواء عادية تهيوي مركو سيب ليس كدوف صدا إددك سيلان قفكا سو كبيرا شايقا حما يستالا ليلادا أما عورادا لفتي يدو كفارا با إنو صوبان ديقا با منا حما يستها ديا يقاوان تيو كحرق وضا با لأن أخلاق دي سيبا يسبت شي سلام كينو آدي آد بودي ريي شايقا ليلادا حشاتك مصوص بدن يدليل بدن ومغليسين بعد يريي أتين قار كم إذا كنا قلنا إلهي سبحانه وتعالى وحوا أماني تمر كي قيمها بدنا القرآن وكور رمي ميت كم إذا وأين شعيب وأين أنت النبي موسى ويريس مركو عارق أول أبي حيابها إلهي وسجارة وتلمامة وحكم إذا قصة إن أنت أي حالة دي حشاتك الله وحول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء لبدي هبلادو أرجع أول أبي أمي تكمل ذا النبي موسى كسر نقطي يلا حشان ويساء هيبد يحشاد وكم وقنايو تعالوا إلى هاي كتش على ذي دراد يد بربيو على مدن يا هنتا صوح صيام حشاد قوى وأحلى صهيقات ومدن وعد جاينو كتشرانو كم غنانين وكم مدن أكوها بون مدحضة يرعية دي الرقية دمرك يدائر تسوك ريسين توا أصحابت علمك النبي كم مرتي ترين أيا أيوي مادين نسحابي يا النبي قوي مدو وحاولي أوصيني يا رسول الله رسول الله إيدر دارا وحد يجي سامرك النبي محمد الله لا إيدر دارا دي وحيابها وشيقيا وحيابها ومهيم سنو رسولكم مركا وحكولي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك وحن كوشيك يقودر دار ميا إلهي وقح الشوط سيدا وقح الشوط قفت قدرين يسو وإهل كاك كو ونكسن كمدا يا الحق نو ريس إلهي سيكا وينس وقص الشوط سبحانه وتعالى دردارا كوينتا انت سو النبي إلهي كح الشوط أيو قوتي رسولك صلى الله عليه وسلم سادة الأدية بعد علماء ذو حيلين حشوات قوى صدح غيبات مدى الله إلا قح حشوات وكان نبي فرأي أصحابك
يقفوا متك قفك وكحش هذا ضدك خلقك ولا نقم أيو كحش أنا يا وسلي شيء قاوى على جو عيري شيء قاش رفت هذا هاسود شيء قاوى على جو دعائين يحش هذا وكحش هذا النفتيس وقفك مركو يقف ميسان له ومضان وحكو حساب تما يا إنه مرو أديس إلى شذا يشرفتيس صدح القيبات بوا النقطة حشادكو واوحلا كلا نحل تري أما نقل كي صالحين تي أنبياء ونكسنها استاد رادد ونبي وتلمامي عليه الصلاة والسلام وحيابه أنبياء وإسكسو قاري أما لقى سو قاري وحكم إذا حتى الحشون وإذا وحاطون تصميه إن الحشون إذا قال حالي كما هيس حمان وما توتيو يعيبيني وحلا قشيقو قف كان حشوني مركم عليه ذو عنانيو يهروفي هنجبادو حتى الحشون وإذا الباب كان دون يسكبح وحكو قاري ذرك isagoo islaamkeen u dhirinaya xishoodka wuxuu ka ku tilmaamay nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) xishoodku inuu ka mid yahay qaybaha iimaanka marka dad xishoodka ka tagta waslad baa go'day iimaanka uu qoomay dadka aan xishoodka lahayn iimaankoodu waa qoomay oo ma dhameystirna iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood wal xayaa'u shucbatun min al iimaan xishoodkuna wuxuu ka mid yahay qayb iimaanka ka mid ah weyn عمر بن الخطاب الله كرّال النوضة. يسقى كوا الرمى يحشود كوحى ولقفك حشود كيسو يرادو. حلال ميرشدي سايرات. هدا حلال ميرشدي سيراتنا. قلبك أيق قنبوبة أما قلفة. تقفك قلبك يسو ينججنا. رتشب لها. رسولك صلى الله عليه وسلم. ولهي تاجر وها. عد هذه يشر أصحابتي سحشانيس. نين أصحابي وأركيار هيران صادر هيران صاردها ولكن كوانين يا ورسلان تن يا حشاد كان يا إنهن الله بنايو مركب النبي كود عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياة من الإيمان ورنين كان إسكجها راه إسكدة حشاد كان وكسي فيسين إيمان وكم ديعة إيمان كيسو ونكسب بشجع سحشاد كاسيو شجع الحياة لا يأتي بخير حديث كلا رسول كوحو صلى الله عليه وسلم حشاد كوحو لي ما دوا خير قفكو حشادة هدو دادك حشاد كو كتغو أما حمان تاي كفاران حياة لغو عقبايا وحكم إذا بو نبي عدي عليه الصلاة والسلام إلا أنو إلا هاي توبت دا بكا أقبلين با توبت دا عدو البو لغا أقبلا حتى قالكو هدو توبت كنو لغا أقبلا لكن قلنا أن لقى أقبلين وادتك حمانت كفانا أن كحشانين كل أمتي معافى إلا المجاهرين رسول الله محمد وحلاه صلى الله عليه وسلم ومضى ضردا إلى هاي وعفية هو مقع على إلى مجاهرين تبويا يعني. حمانت كفانا كرقاضة مجاهرة وحا كم إذا إيا حمانت الله موجستين وقفك حمان هبين كي سمايو إلى هاي أسطرة كذب ندتك وغفانا يا وحو الله حالي وحسان سمي وحسان سمي وحسان سمي كذب إلهي كقلميد ومضك كقلميد ونفتيس كقلميد كستبها هاد وحو لبا عوري لي دلك عورو لي يبالك الدلولوين وإن لا صوبان ديقول لباهي آن مدنين إن لا أسطران مضان دتكنا واساسا وكلا دتك مسلمين تو عوري ليهين عورا دو دا إن لا أسطران ويو أنا عبت هذا لقوا فانين ولا قف إذا سني فافين تيلا قفكنا عورو لي شركوا عورو لي عدوا الب عورة هذا وإسلام كديدا إلا باهيو إلا بندق معها هذو قفكوا بندقنا عذابكم متيسنا يا الله وحول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة تدك تعل حتى يا ريت باهين بكفر أحسن تعل إن عبت مسلمين توا يبرنان كتماطه oo dadka alla yaqaanka ah ee adduunka dhaxdiisa ku ceeboobaan cadaab kulul bay leeyeen baa ilaahay subhanahu wa ta'ala xishoodu maxaa tahay marka tacriifkiisa iyo laaga tilmaantiis la qalad baa laga fahmi karaabe waxa culimadu ku sifeenumiyay khuluqun yab'athu ala tarki alqabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil-haq wa dhaqan wanaag qofka ku dhiri gelinaya إنه إسكت دايا وحي حن أنت عن صاش جنبه كحن إياه إنه كحشادة إنه كجابيه
عدي حق لأنه حق يدسيه سيدا دراديد بان حشود لو تحقلين هذا هو إسلام كدحدي سكوحن أرقته أما مرحكو أرق أما معلنكا أكو أرق أما والدك أما أهلك أما أصحابته إنادك مستحشود معها لكن سيد الرسول كنا فرأي صلى الله عليه وسلم وقفكو هبو ناكسن هاو صوبان ديگه منكر كاية مع سيادة يدن بيقا وينو ديدا سيدا وقفي عنا وديد اتقفكا كو قلعين لهاي ذا قلبي يساكو كسبان لهاي وكينا لا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قايبه لما رين أي منكر كمركا لديدا قفك حمانك فعلها كديدك كلا دكر وقولها كديدا دكر وقلبك كنعم لكن اتلا هذا قفك وقف هي بدلا يسكح حشاط كقاب سمايا اسلوب هناك سمى صوب عندك يسا لكن وحنين الدين هذا ممنوع هي هذا هنا الدين انت هاي عدين سعيد المصيب أن صاحب كيابا بوه النسي يرحمك الله بورن واي قفكنا هدو الحمد لله بورن واي قفكنا هدو الحمد لله بورن واي يرحمك الله لما يدعوا بركا كلكو اغاي او لا فهمي واي ايا و خو حق سوالي هدي قفكو او هرتا هندسه مخو يدعاده بركا سا و خو و خو كجا و خو يدعاده دي الحمد لله سول هدبا يرحمك الله معناه سي وناغسن بوو سو بندغاو و دعادي نكاس كو هلي لها بركا ارنتاسنا و ارين مودان ان لا سخو لا براروجيو وخي حقه انان laga xishoonin barashadiisa iyo faa'iideysigiisa iyo in dadka laga gaarsiyo xishoodka ilaahay laga xishoonayo markuu rasuulku dhiri galinay sallallahu alayhi wa sallam umadu allah la hadithki saxiixa wuxuu istaxyi min allah haqqal haya tadihu ilaahay ka xishooda xishoodka dhabta ah asxaabtu waxay ilaahay ya rasuul allah inna nastahi walhamdulillah ilaahay baa mahadleed saanu arkayna ilaahay waanu ka xishoona بركة الرسول كحول صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الحياة من الله حق الحياة كان دي شيء يا كام ما حشود كربت إلى هلا حشون يا حوي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر البوت والموت والبلاء وحوي إلى ذي لالي صمد حي وحي وكوبي وحرانتي حمانتي عيبتك إلى لالي صمد حمحو كوبي مسكحدي إندهي أفكي dagihi intu koobay oo dhan ee madaarigtiya dareemayaasha ah ee isticmaalaysa ka ilaali wixii alla ka caraysinaya iyo uur ku jirta ama gudahaaga iyo wixii uu koobay oo xaaraan ha galinino ha u sii deyn aakhirana xusuuso waxaad noqotaa ilaahay surtaagiisa mid ku fikiraya xishoodka saas uu ku fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam alhayaa takhalluqun bi akhlaaqillaah xishoodku وصفوين كي إلهي ويا سبحانه وتعالى إلهي بس والنبي وكسف يا وحور إن ربكم حي إلهي إنه وحشاد بدين بد حشانة يوي أدون كي سو كحشادة مركو إنتو بريو قعما هاس لكته يجوا مرن إنه إلهي كسر عليا وكحشادة وحبو كسر هدا إلهي ما قضي بخيل لما ها سبحانه وتعالى آثارتا يا سيدي ودي رجالين ترى مركا إنه أجنو حشاد كا علماء وحوين باهين وهب ابن ملبه باوح لها الإيمان عريان واللباس تقوى وزينة الحياة وماله العفة إيمانك قويها يوحى نار النقضاء لك عبسك وحق روحها أحشاتك وحماله أدور صونانت وقفك دور صوية فضيل ابن عياض وحولها عابدك ونسقنا خمس من علامات الشقوة أو الشقاوة شان الرماد وحي كم ذيهين أستامها قول درادة هذا قفك شان الرماد كواركت قسوة القلب إن قلبك يسق اللفو آنو قينا خير كي يدقيسك سيين وقابره وجمود العين يقفك إشي سواي قللان تونمرنا بإلهي الدرادي وقين وقلة الحياة يين حشودك سيريها والرغبة في الدنيا وطول الأمل يين أدو يضع واشو دبع رأي دي دي لدي سناي تهمدان نهاية لهاينو ده مسافات دارية مددار كفكرة يون قريبة حصوصني قال يا شعر كي يقبى يكترين يا وي بطنايان وحاولها نكا لورنج ري صالح بن جناح إذا قل ماء الوجه قل حياته قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماءه
qofka hadii biyaha wajigu ay ka dhammaadaan xishoodkiisa yaraada khayrna ma laha waji aan xishoonayn ama biyuhu ay ka dhammaadeen. Waxay leeyihiin carabtu adiga jeer biyahan wajiga sheegayaan waa dhididka, oo qofku inta uu sii xishoonayo wuu dhididaa markuu yaro khajiro ama wax ku ceeboobo. Laakiin sidaynu idhaahno qofku marka uu soo kaalaxe ceebtu ay caadi u noqoto, wax kastoo fadeexado ku dhaca dhidid ma yeesho. Ibnu Jarir al-Tabari, sheekhu al-mufasiriin, markuu xishoodka ka hadlayo wuxuu lahaa xayaa xaafidun lii maa wajhi warifqii wa mukaalamati rafiiqi warifqii fii mukaalamati rafiiqi, biyahayga wajiga ku jira iga ilaalinaya xishoodkayga, sidaa daraaddeed baan saaxiibadayda marka aan la dhaqmayo si wanaagsan ula dhaqdaa. arinta aynu u baahannahay haddaba waxa weye xishoodkii aragna qiimihiisa. fama dariiqu ila alxayaa, wadadee loo maraa xishoodka ama maxaa lagu kasbadaa? waxaa lagu kasbanayaa istixdaaru muraaqabati illaahi tacaalaa, inaad ogsoonta inuu ilaahay ku arkayo oo uu ku eegayo. haddaad rag tahay, haddaad dumar tahay, markaad goonitay, markaad gurigaaga joogta, markaad cid kaleba ku arkayn, haddaad dareensantay inuu ilaahay ku arkayo, waxaad noqon doontaa qof dhowrsoono. halka dadka iska egileen ilaahay baa kaaga sokeeyood iska eegaysa, waa waxa ku dhiiri gelin karaya. Alla wuxuu ihi wahuwa macakum aynamaa kuntum, meel kastoo joogtaan ilaahay wuu idin wehelinaya. maa yakunu min najwa thalaathatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akhar ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu, qofku dadku hadday laba yihiin iyo saddex yihiin, cid walba ilaahay baa wehelinaya subxaana wa tacaala. marka qofkii wuxuu leeyahay ilaahay kuma weheliya, maxaad cid kaleba ka sheegi, dee ka xishood. waxyaabaha inagu dhiirigelinaya waxaa ka mid a mujaalasatu man yustaxyaa minhu, cid hadiyo jeer laga xishoodo ama xishoonaysa inaad ka ag dhowaato. qaala bacdu salaf, culimadii hore qayb ka mid waxay yidhaahdeen axyu lxayaa bimujaalasati man yustaxyaa minhu, xishoodka waxaa ku noolaysaa, xishoodka naftaada waxaad ku noolaysaa inaad ka ag dhowaato cid xishoonaya ama isagaba laga xishoodo. waa dadka saalixiinta ee wanaagsana qiimaha badan ee araggii su-aalla uu ku xusuusinayo. tadaburu kalaami illaah, ilaahay qur-aankiisood akhrido oo aada eegto, oo dhaqankii dadka wanaagsan iyo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo aada eegto oo aada akhrido, way kaa caawinaysaa. atarbiyatu cala alxayaa, waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a ficeenna iyo da'yarteenna soo koraya inaynu xishoodka ku barbaarino. ceeb baa la odhan jiray, ceeb waxaasi ma bannaana, waxaa iska daa ish weeye, sidaa lama yeelo. bulshadaad la nooshay marka wanaagsan iyaga caruurta tarbiyeeya, macalinkaa tarbiyeynaya, madarisada, guriga, marka caruurta in lagu rabeeyaa wax weyn bay naga furanaysa. marka isku mid maaha caruurtu markay soo baxaan, qofkii rabaayad fiican oo xishooda la siiyeyna wuu ka muuqa, quruxda xishoodku way ka muuqanaysaa, kii kalena foolxumadu way ka muuqanaysaa xishood la-aanta. sidaa daraaddeed ba rasuulku sala allahu calayhi wasalam inankiisii xasan awowga uu ahaa xabo timira buu qaatay, nebigu wuxuu ku yihi ish ish buu yihi, miyaanaad ogeyn sadaqadu inaanay sakadu inaga xaaraan tahay? iska daabu iska daa xaaraan bay inaga tahay. xasanna sidiibuu ku wariyo qalbigiisa ay ku gashay isagoo ilmo yara, macnaha timirtaasi waa saka, sakaduna xaaraan bay inaga tahay, iska daabu lahaa. waa tarbiya, waata maanta aynu odhan karno way inagu yartay. waalid isagii heesaya oo jaasaya oo buuqaya oo caytamaya oo oridiiyo odaygii isu kala tirinayaana isku foogan yihiin, ilmaha yara kasoo dhex baxayaa muxuu noqonayaa? ama waalid gurigii uu yaalla filimo qaaqaawan oo isagiiba daawanaya, waa nasiib darada ina haysata. marka tarbiyadaasi waa muhiim. caruurtanaad la yaabsan tahay ee waalidkii sanka ka galaya, mucallinkii dhibaya, ummaddii dhibaya, habeen iyo maalinba u geysanaya dhibkii cadowga u geysan lahaa oo kale, wax xishood la-aanta waa la rabaynin. waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya isaalatu maa fi lxayaa, maa yunaafi lxayaa, wixii xishoodka diidaya ama ka hor imanaya oo laga saaro, sinaynu tusaalaha hore kusoo sheegnay. hadda casrigan aynu joogno, waxyaabaha xishoodkii dadka qaaday waxaa ka mid ah siiba daayarta, waxaan tiknoolojiyada la yidhaaha iyo horumarka, horumarkan gaaladu ay noo soo waarideen iyo agabkan la sameeyey, shar iyo khayrba waa leeyihi. khayr wuu yeelan karaayo qofka diin ilaahay ka baranaya, akhbaar ka qaadanaya, macluumaad ka kororsanaya, dee macluumaad badan baa ku jira, sharna wuu leeyahayo. dee rag baa waxay ugu talagaleen inaanad ka macaashin, ee in yaroo manfaca haddaad ka qaadato madarada iyo dhibka kaa soo gaadhaysa inay ka badato. saa daraaddeed baa mucallin hawada ka soo galaya gurigaaga
ayuu ilmaha yari mobile ku sitaa oo TV-ga ugu jira oo internet-ka ugu jira oo adigu aanad ka warhaynba. Ilmihii yaraa marka loo iibiyo jawaalka ama mobile-ka smart-ka ah wax walba soo qabanaya waxa loo baahan yahay in aad wacyigelin badan oo ku salaysan qancin qofkan aad ku qancinayso aqiidadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xishoodkiisa oo intaad ka warwareejin kartana waxa inaad ka warwareejo aad ka ilaaliso inaanad u furin albaabkiisa marka arintaas xishoodka wixii ka hor imanaya inaan lagu soo daynin dalka iyo dadka iyo ubadka iyo aqalka iyo ooryaha inaan lagu soo daynin hadduu TV-gi yahay internet-kii mobile-kii oo laga baloogalaya ama laga xidhaa waxa la wixii khatar ku ah ummadda dhaqankooda arrimahaas waa waxyaabaha inaga caawin kara ama wadada loo marayo xishoodka saaxiibadiina waa ka mid sayn hore u soo xusnay inantu marka inaan xun la saaxiibta inaan xun odaygu oday xun madaxdu madax xun dee qofkii uu lumaya wuxuu ka faa'iidaysanayaa xishoodarada iyo ceebta tusaalayaasha haddii aynu soo qaadano namaadij wax waliba tusaale ay leeyihiin dee tusaale inaga waxa inoogu fila nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo xishoodkiisa ilaahay uu ka markhaati kacay ina dalikum kaana yu'di nabi fayastaxii minkum asxaabta la yidhaha arrintaa ha samaynina iska daaya dhibaatay ku tahay nebiga isaguna wuu idinka xishoonayaa dadkiina aqalkiisa fadhiya idinkoo martida ku ah oo marti isaga u ah ka bixi waaye aqalkii ee ku raagay isna iga soo kacaya waanu seexanaynaabu idin odhan kari waayo idinka xishoonayaae nebiga ilaahay wuxuu uga markhaati kacay xishood maxaalu shaahidku waa caynkaas asxaabtuna waxa ay leeyihiin wuu ka xishood badnaa min alcadraa'i fii khidriha inanta gashaantida ahe gurigeeda ku jirta aan bannaankaba soo bixin shaqo loo dirani meel tegin sidaa u xishooto nebigu wuu ka xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam dee waxaana taa ka markhaati ahaa xataa wacdiga markuu sheegayo dadka inuu wax gaadhsiiyana uu isku dayi jiray afkana kumu ballaadhin kari jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalaam ruux dumara maalin maalmaha ka mida nebiga waxay weydiisay ku tiri siday ruuxa dumari caadada uga maydhanaysa dhiiggana lau ku abuuray dumarkee ka yimaada markay ka maydhanaysa see uga maydhanaysa markaa waxbuu uga tilmaamay oo dhiigga raad saa iyo saa xabad mara yaroo cadar leh iyo ha qaadato oo siday odhanaysaabay tii markaa wuxuu ihi subxaana allah tadaharii biha ilaahay baa xumaan ka hufana dee waxaan kuuhi isticmaalo isku nadiifiyuun markaa caaisha waxay aragtay inuu nebigu ka xishooday arrintaa waanay maqlayso goobtay joogtay gabadhii bay dib usoo qabta waxay tihi anigaa kuu sheegaya kaalay oo way u tiltilmaantay arrimihii hoosoosee dumarka sidaasay ka dhexleen ubadkiisa iyo ooriyihiisuna nebiga calayhi salaatu wasalaam oy tahay inay dumarkeennu ku daydaan fi lxayaati wa fi lmamaat xataa hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba caaisha waxa ay leedahay markii nebi maxamed lagu aasay calayhi salaatu wasalaam gurigayga maqsinkeedii baa lagu aasay waan iska dhar dhigan jiray markaa seexanayo haddana aabbahay baa lagu aasay iyadana waxaa odhan jiray dee waa aabbaha iyo saygaagiyo waan iska dhar dhigan jiray sida qofku markuu seexanaya uu sameeyo kale laakiin markii cumar ibnu khadaab lagu aasay maqsinkaygii waan anoo xijaaban baa seexan jiray bay leedahay radia allahu canha allaha ka raali noqdo nin ajinabiya ku soo biiray adeerkeedba ha ahaado asxaabiba ha ahaado saaxiibkii nebiga ha ahaado suraad baan ku seexan jiray bay leedahay saase ahaan ubadkiisuna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa mid mudan hableheenna horu soo fadhiya faydfaydanaya inay ku daydaan maanta ee dhag la qabtaba aan lahayn ee ragga jidhaya dulbaxaya ee facebooka isa soo dhigaya iyagoo qaawo nasiib darro faadima markii ay sii dhimanaysay inantii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay sheekaysteen asmaa bint cumays xaaskii abuubakar ayaa ag fadhiday oo la joogtay dabeetana waxay aragtay iyadiioo fikiraysoo yaro baxsan waxay tidhi faadima maxaad ka fikiraysa inay geeridayo waxaas ka yar baqaysaabay u malayso waxay tidhi yaro dhiiri geli wax kale kama baqaya marka aan dhinto naxashkaa ragga ajaanibta ay ugu qaadayaan cawradaydu ay ka muuqanayso ayaan ka naxsanahay bayti oo naxajku wuxuu eegaa markii hore sida kan ambalaaska iminka la saaro kale ee aan geesaha dhaadheer lahayn ee qofkii markaa la saaro jidhkiisii uu muuqanayo meelihii kuuskuuskiisi iyo gacmihii iyo qaarkii dambeeya ay muuqanayaan naxashku berigii hore saasoo kale u ahaa marka raggaa ajaanibtee jidhkayga arkaya ee meydkayga qaadayaan ka warwarsanahay bayti haddaba taa anigaa furdaamin doonee berigaanu xabashida u hijroonnay ayaa waxaan ku soo arkay bay tihi naxash geese dhaadheer leh oo qofka ka sarraynaya oo mara dusha laga saari karo
kaasaan kuu samaynayayso kii bay u soo samaysay waana xashkarimika aynu jinaasada ku qaadnee geesaha dhaadheer afarta geesa dhaadheer meydkuna hoos ugu libdhayo maradana dusha laga saarayo iyadoo sakaraadabay kii soo agdhigta waxay tidhi waaday asturtay allaha ku asturo kaa weeyaanka aan ku faraxsanahay bay tii waa arrin la yaab leh maantana cadar ismari faydfaydo cawradaada bannaanka u soo dhig ragga u sanqo ilaahayna uu arkaya addoonta caynkaa samaynaysa iyo ninka isaguna xumaantiisa bannaanka soo dhiga iyo rag iyo dumar mid walba namaadijka iyo tusaalayaasha waxaa ka mid ah asxaabigii cuhmaan ibnu cafaan ayaa ku soo baxay nebigoo meel fadhiyo halkaa buu jilibkiisu yara faydan yahay markaasuu nebigu uruursaday oo jilbihiisi iyo cagihiisi iyo uu isqariyey markaa waa la weydiiyey waxaa la yihi maxaa sidan u yeeshayo wuxuu yidhi alaa tastaxii min rajulin tastaxii minhu lmalaa'ika miyaanan ka xishoonay nin malaa'igta ilaahay ka xishooto waa cuhmaan anigu waan ka xishoonayaa buu nin malaa'igta ilaahay ka xishooto malaa'igta ilaahay baa xishoodkooda daraaddii asxaabta ka xishoon jireen anas ibnu maalik wuxuu inoo sifaynayaa asxaabigii la odhan jiray abii muusa alashcari waxa uu ihi kaana yanaamu bituban ilaa laa tankashifa cawratu waxa uu seexan jiray surwaal buu ku seexan jiray abuu muusa alashcari si aanay marnaba isagoo soo jeeda iyo isaga oo hurda aanay cawradiisa u muuqanin ibnu cabaas allaha ka raalli noqdo isaguna xamaamka marka uu galo waxa uu ku maydhan jiray surwaalkiisa oo adag ayuu ku maydhan jiray markaa wuxuu odhan jiray waxaan diidayaa inuu ilaahay arka anigoo qaawan imaamkii muxadidka ahaa a'imadan ummahaadka qoray oo dhan muslim mooyaane shanta kaleba sheekha waxaa la odhan jiray maxamed ibnu yaxya markii uu dhintay ayaa addoontiisii baa la hadashay nimankii meydkiisa maydhaya oo waxay tihi war ninkaa soddon sana aan u shaqaynayo addinkiisaa maan arag oo faydane jinaasadiisa ha faydine dharkiisa ku maydha waxaad iyo aada u cajiib badan bahan iyo tusaalayaal la yaab leh marka waxaynu ku soo ururinaynaa inu leenahay maanta iimaanka qoolme waxaa ka mid a akhlaaqiyaadka lumay cawrada bannaanka taalla xaaraanta aan laga xishoonaynin rag iyo dumarba lagu faanayo si aynu u yeelanno haybaddii islaamku inagu dhiirigeliyay iimaankii wanaagsanaa waa inu noqdaa intaa aynu soo xusnay xishoodku dariiqooyinka ku loo maro oo lasoo ceshado oo xishoodku waa gobanimo gobanimaday dadku ku faanayaan waa inuu qofku xishoodo xaraanta afkiisa gelaysa ta indhaha uu ku eegaya ta dhagaha uu ku maqlaya ta caloosha uu gelinayo iyo cawradiisii ceebta uu soo bandhigayo iyo ta ummadda uu bandhigayo waxaasoo qofku uu ka xishoodo weeye gobanimada iyo sharaftu ee maaha qaladka aynuu fahmnay allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca waarina albaaila baaila warsuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة